شنو العلاج؟ احنا بالنسبه لنا المتقاعدين كنا صاحبين بامراض، هسه انا عندي سكر وعندي ضغط. نعم. زين انا راتبي 450. طيب. بالوقت اللي قاعد انا ايجار ب 400. زين لما تروح تسلم الراتب قاصي منك 12000 لو 15 ولا في مره من مرات قطعه معدي ثمانيه كلها 12. هاي لما تروح هاي المبالغ ما حد يعرفها. هاي وحده. الشغله الثانيه احنا هذول كلهم متقاعدين، مو كلها حاربت ايران وسوت لنا هاي الشغله. يعني حتى الناس اليوم احنا كنا هاي من ناس عشاير تقتل كتل وهم تقعد الناس الخيره وتفضهم. احنا شو مسوين؟ احنا حاربنا بوقتها حاربنا ايران، طبت علينا ايران. انا عسكري من اول يوم الحرب العراقيه الايرانيه ضربونا واحنا كنا بالدفاع عاشت اللواء 42 المدرع. نعم. وطلعت جري حرب حتى ما حد اعطاني حقوق. زين حتى حقوق ما حد اعطاني، وهسه حاليا داعي اقل راتب هو 450. يعني انتوا لانه حاربتوا ايران حاربنا ايران؟ اي 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 هاي حقيقه. محاربه المتقاعدين؟ محاربه المتقاعدين على مود حاربنا ايران، هاي الحقيقه. هاي الحقيقه صح، هاي الحقيقه ان شاء الله هاي تطلع. احنا نظام سابق شعلينا، احنا ناس فقره. اللي ما يروح للعسكريه مو كان يعدمه، مو كان يقص لسانه، مو قص اذانه. يا اخي احنا سوينا تمام، يعني احنا صاحبين عوائل والله حتى الناس قامت تحترمنا، عوائلنا قامت تحترمنا. حياك الله.